تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى معاني الامتنان والعرفان على كرم تقدير جلالته وعظيم تشريفه بأمر جلالته باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي، ما يزيدنا عزما لمواصلة العمل تحقيقا لتوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى وترسيخا لمكانة مملكة البحرين في كافة المجالات. أكد سموه أن قيادة جلالة الملك المفدى ورؤاه السديدة مكنت وطننا الغالي بكل فخر من تسجيل سطور حافلة بمشموخ الإنجاز وما تحقق خلال الظرف الاستثنائي العالمي لجائحة فيروس كورونا، إلا هو امتداد لمسيرة العمل الوطني التي أثبت فيها العاملون في القطاع الصحي من كوادرنا الوطنية أن للوطن أبناء مخلصين يبرهنون في ميادينه العزيمة الصادقة خدمة له وحفاظا على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الغالية. كما أكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في برقيته أن مساعي جلالته المباركة يده الله نور أشرق على البحرين، فحفظ أبناء الوطن بمدى شعائه تاريخا ساطعا بالمنجزات على كل صعيد بانسجام مجتمعي والتفاف صادق أمام كافة التحديات، ونهج جلالته يسير عليه أبناء البحرين جوهره الولاء لجلالته ودافعه حب هذا الوطن الأعز، مجددا سموه بالغ شكره على كرم تقدير جلالته وعظيم تشريفه. فكلنا ثقة أن جهود فريق البحرين الواحد ستستمر بالتميز المعهود في البذل والعطاء نحو آفاق أوسع لتحقيق رفعة الوطن وازدهاره، مبتهلا سموه إلى الله العلي القدير أن يحفظ صاحب الجلالة ويسدد على درب الخير خطاه وأن ينعم جلالته بموفور الصحة والسعادة وطول العمر.